أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن فتح باب الترشح لجائزة التميز للحكومة الإلكترونية 2017 المقامة في نسختها التاسعة، وذلك تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات. وللحديث حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا عبر الهاتف الدكتور خالد المطاوعة مدير النظم المؤسسية وتقنية المعلومات بالهيئة ورئيس اللجنة المنظمة للجائزة. الأستاذ، بعد التحية نود أن نتعرف على تفاصيل الجائزة في نسختها التاسعة. شكرا لكم. طبعا في البداية نشكر تلفزيون البحرين على الاستضافة. الجائزة في نسختها التاسعة تسلط الضوء على المبادرات المبتكرة والرائدة في مجال تقنية المعلومات والاتصالات. طبعا راح نفتح المجال لثلاث قطاعات، هي القطاعات الخاصة بالجهات الحكومية والقطاعات الخاصة بالجهات الخاصة وكذلك في قطاع خاص بالأفراد. طبعا في النسخة التاسعة تم استحداث فئات جديدة، أهمها طبعا فئة أفضل خدمة حكومية إلكترونية وأفضل خدمة حكومية تكاملية للأفراد والأعمال. طبعا في النسخة التاسعة راح نركز في معايير التقييم على التطبيقات المبتكرة لتحسين مستوى الخدمات وتخفيض التكلفة والوقت والجهد لإنجاز العمليات. نعم دكتور خالد، ما الذي أضافته الجائزة خلال السنوات السابقة خصوصا أن هذه هي النسخة التاسعة من هذه الجائزة؟ طبعا على مستوى مملكة البحرين خلقت الجائزة طبعا بيئة تنافسية وإيجابية، حيث طبعا سعى كثير من المشاركين لتقديم مشاريع وخدمات مبتكرة على أعلى مستوى، وكلها طبعا تصب في تحقيق رؤية مملكة البحرين 2030. طبعا لاحظنا أن الجائزة في نسخها السابقة عززت مبدأ المشاركة الإلكترونية وفتحت المجال أمام ريادة الأعمال في مجال قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. وحتى على مستوى المشاركين لاحظنا طبعا أن هناك فائدة من خلال تعزيز معرفتهم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة إلى حصولهم على الفرصة للتواصل والتعاون بين المؤسسات المشاركة والأفراد وإمكانية تطوير أعمالهم بناء على الملاحظات اللي يستلمونها من لجنة التحكيم. نعم جميل جدا. كيف يمكن للراغبين التقدم لهذه الجائزة؟ طبعا اللجنة التنظيمية اليوم أقامت ورشة تعريفية للمعنيين بقطاعات تقنية المعلومات والاتصالات في الجهات الحكومية، وذلك طبعا لتعريفهم بالاشتراطات والمعايير المطلوبة لقبول الأعمال المشاركة، وأطلعناهم كذلك على آلية التقديم والفئات الجديدة ومعاييرها. طبعا فتحنا من اليوم من خلال الموقع الإلكتروني www.egovawards.ph باب المشاركة، وراح يتم مفتوح حتى 22 يونيو من هذه السنة. ويمكن طبعا للمشاركين لمن يرغب بمعرفة مزيد من التفاصيل التواصل عبر المركز الاتصال الوطني 8001 أو حتى عن طريق البريد الإلكتروني egovawards@iga.gov.ph. نعم دكتور خالد، نتمنى لكم كل التوفيق. الدكتور خالد المطاوعة مدير النظم المؤسسية وتقنية المعلومات بالهيئة ورئيس اللجنة المنظمة للجائزة، شكرا جزيلا لك.